هيك. تعالوا نصلي مع بعض فضل خملان. وهنقول له رب احنا رافعين ايدينا زي ما بيقول عدد الترنيم، بمسك في ايديك وبصدق فيك. شوف الجزء، يا يسوع اشفيني انا راجع. كم واحد يقول له انا راجع ليك يرفع ايديه كده؟ طب ايه رايك تعالوا نوقف كلنا ونصلي كلمات الترنيمه دي مع رجل الله لخملاد. اوقف معايا في مكانك واحنا بنصلي، بنقول يا رب عايزين لمسه من ايدك تشفي يا رب، عايزين ايدك اللي مليانه حنان تشفي يا رب. الليله دي ليله قرارات وليله اختيارات، الليله دي ليله توبه حقيقيه ورجوع حقيقي يا رب. سامحني على اللي راح من غيرك واللي ضاع بعيد عنك، بحبك وعايزك. دورت على الطريق ما ارتحتش، بس انت هو الطريق. دورت على الراحة ما لقيتهاش، بس انت راحة القلب والبال والضمير. ايه الاخبار اخويا مشتاق؟ لو مفيش اشواق جواك يبقى ما تحاولش، الموضوع مش بالغصب. لو مش شعر بعطش وبلهفة ونفسك، قل له افتح نفسي عليك يا رب النهاردة. خليني اخد القرار المتأجل، خليني اخد القرار بوعي وبقلب. وانا بقول لك لمسة شفاء، لمسة 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 حياة، تلمسني بايدك. وهنصرخ اشفيني من ايه؟ من كل ضعف فيا. برافو انكم حافظين. اشفيني من الشهوة والخطية، اشفيني محتاج لك. يلا واحنا بنرنم وفريق ترنيم كمان وكلنا هنرنم بكل قوتنا وحماسنا مع الاخ ميلاد واحنا بنقول كلمات الترنيمة. لو قادر ترفع ايدك وحابب ان المسيح يمسك ايدك خليها، انا هرفع معاك. الموضوع مش برفع الايد بس، رفع الايديك ده اعلان احتياج، كانك بتقول له يا رب امسك في ايدي انا محتاج لك، امسك في ايدي يا رب. يلا ركز، اللحظات دي مصيريه، اشعر بقوه حضور الله الليله. صدقوني كانه الرب شايفينه بعينينا، الله حاضر الله حاضر. فهنرنم بصراخ وبدموع، سيب دموعك ابكي. انا عارف انك رنمتها مليون مره بس المره دي قولها بجد، قولها من قلب محتاج وعايز ومخلص، وصليها وابكيها معانا واحنا بنقول لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بايدك. صليها معانا. لمسة شفاء، لمسة حياة، قول وانت رافع ايدك، تلمسني بايدك. اقرا الكلمات لو مش حافظ. انت الاله، انا عندي ايمان، انا عندي ايمان في اسم الرب يسوع تشفيني الان. اسمعكم لو هلمستوك روعة. برافو. ما انت الحنان، قولوا يا اخوات. لمسة شفاء، لمسة حياة، لمسة حياة. وانت رافع ايدك يسوع هيمسك ايدك، تلمسني بايدك. ده انت الاله، انت الاله. قول له انا عندي ايمان انك موجود، عندي ايمان. امين امين. تشفيني الان لو هلمست توبه. يلا مع بعض نقول، صلوا اخواتي، يلا قولي له بعد صوت معانا، اصرخ قول له اشفيني. برافو عليكم. قولها قولها، محتاج لك يا فاني. صرخيها من جواكي، قولوا اخواتي معانا. يلا اشفيني كمان مرة مع بعض، اسمع اشفيني. اشفيني، برافو عليك في اسم يسوع، من كل ضعف فيا يا رب. اشفيني بالشهوة، بالشهوة من الخطية. اشفيني، محتاج لك، محتاج لك يا فاني. انت بترنم، قولها 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 كده بتركيز. طالب ايه؟ ارفع ايديك عالي. يسوع هيمسك ايديك وبصدق، نادي عليه يا يسوع. يا يسوع اشفيني، انا راجع، انا راجع ليك، جاي لك، جاي لك بذنوب ندمان يا رب، وبتوب. طالب طالب غفرانك، دم المسلوب، امسك في ايديك حبيبي يا رب. وبصدق يا إلهي، يلا قول يا يسوع مع بعض. انا ايه؟ انا راجع ليك. اشفيني من كل ضعفي،
الرب على صوت اشفيني يا يسوع اشفيني من كل ضعف فيا بتصلي في أخطر لحظات في اليوم وانت واقف اني اعلن حضور ربي يسوع له كل المجد. الله حاضر يا جماعة، مش بقول كلام، لا لا مش مجرد انفعال، صدقوني الموضوع حقيقي جدا. الله حاضر بكل سلطانه، ربنا موجود عشانك الليلة، بلاش موسيقى، ربنا موجود عشانك الليلة ويريد ان يلتقي بك ويلتقي بك. هل عندك استعداد؟ هل عندك اشواق؟ هل نفسك؟ هل محتاج؟ مش كفاية يا أخوي، كفاية اللي راح، خسرت كتير، بس خسارة انك تخسر نفسك وتخسر أبديتك. ما تفتحي له قلبك، بيحبك، بيدور عليك. ليه قلبك مكفول بالشكل ده؟ ليه؟ بيحبك، يريد أن يحول الحياة ويجعل لها معنى، عايز يخلي الحياة اللي مليانة حزن تفرح، والحياة اللي فيها انكسار وألم وموت تتحول وتتغير. بس سؤالي اللي عايز أسأله لك، يا ترى من قلبك اخترت ونويت انك تحط ايدك في ايد المسيح؟ لحظات دي لحظات قرار، بعديها هيقودنا خادم رب في ترنيمة رب يستخدمه فيها، ترنيمة صرخة وتوبة. مسيح حضنه مفتوح ليك، هل نفسك تترمي في حضنه وتقول له انا تعبت ومحتاج لك؟ فكرت الدخان بيريح مرتحتش، فكرت لما الظروف تتعدل شوية هرتاح مرتاح، فكرت لما اتجوز ولا اجيب عيال ولا مرتحتش، عمر ما كانت الراحة في بلد ولا يو ان ولا مش عارف هجر ولا اي حاجة. الراحة الحقيقية في شخص، وهذا الشخص هو يسوع المسيح. قابلت ناس عراقيين وسوريين وكل الجنسيات في اوروبا وفي بلاد، قال لي كان حلم حياتي اطلع، قال لي لما طلعت تعبت اكتر مرتحتش، مرتحش. ولا الراحة في أمريكا، يوميا بيستهلكوا قرابة 10 مليون كرسي منوم تقريبا، الناس تعبانة في كل حتة. الراحة مش في طيارة ولا في بلد ولا في مكان، الراحة شخص، شخص. تعالوا إلي وأنا. هل نفسك في الراحة دي؟ أنا عارف إنك مش قادر، مش عارف، مش مستمتع. ربي يريح قلبك النهاردة، ربي يريح فكرك النهاردة، ربي يعلن حضوره بقوة دمه وصليبه في اسم المسيح. أنا بصلي وإنت واقف، ناس الشيطان إيده عليها يكسرها المسيح، قولوا أمين. ركز وصلي، غمض عينك، غمض عينك، صلي صلي. ربي يحررك، يفكك. إني أعلن حماية دم المسيح على كل نفس وكل جسد موجود أمامي، وأعلن سلطان دم المسيح الحي في اسم الرب يسوع المسيح. قرارات من قلوب مخلصة وإرادة صادقة أمام المسيح، قرارات حقيقية. الليلة دي النهاردة يوم 12/9/2016 يكتب تاريخ جديد على حياتك، قول أمين. 12/9/2016 يتكتب اسمك في سفر الحياة، قول أمين. 12/9/2016 بداية عمر جديد، قول أمين. وكل اللي فات يموت، قول أمين. والليلة تكون خلاص نفسك، قول أمين. وشفاء مشاعرك ودواخلك، قول أمين. وليلة اختيار وقرار شخصي، قررت أن أتبع يسوع له كل المجد. وانت مغمض عينيك هتسمع كلام الترنيم وانت بتصليه، لحظات دي عايزك تسيب قلبك، الله عايز يتكلم ليك وكلمه. قول يا رب بجد أنا عايزك، بجد أنا عايزك، كفاية بقى، تعبنا يا رب، تعبنا، تعبنا. عايز أجرب من شباب كده، أمسك وهزه أقول له مالك يا أخي، عمال تسمع كلام يدوب القلب، مالك مالك، بتفوق، كفاية الأيام بتجري منك، يديك العمر، معرفش هتعيش لبكرة ولا لا، وأنا هعيش حتى بعد ما أخلص الوعظة ولا لا، معرفش. بس اللي أنا عارفه إن لسه في فرصة ولسه في أمل، وإيد المسيح ممدودة، ما تستغلها. يلا افتح قلبك، اتشجع كده وقول له يا رب أنا هعيش معاك، أنا هعيش معاك، أنا بحبك. اسمع كلام الترنيم وأنت مغمض عينيك وقلبك ودموعك دايبين عند أقدام المسيح. ولو أنت تعبان الله يشددك ويديك قوة،
يديك قوة ويديك لمسة شفاء. كمل واقف لو قادر، لو تعبت ارتاح، بس كمل واقف ورنم مع الأخ ميلاد اللي هيقودنا فيه في الصلاة. بعد كده أصلي معاك صلاة أخيرة، بعدها نفرح ونختم مع بعض قدام الرب. صلي معانا. في اسم يسوع، في اسم يسوع حضور التاي، نعلن حضورك يا رب، اتفتح عين. قولوا مرة تاني بالإيمان الليلة، محتاج لك لمسة منك، تجبر القلب الكسير اللي تعرفه أنت، حضور التاي تضمه تتفتح. شعب رب يرنم حتى من غير الفريق، قول وحده تحضن تيجي نادى على السماء كلنا مع بعض، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب
اصلي معاك صلاة اخيرة قبل ما نهتف ونفرح بالرب. بس يا جماعة ما تنسوش ان القرار اللي انتوا خدتوه النهاردة ده حقيقي. الصلاة اللي انت هتصليها دي من قلب مخلص. الله بيسمع وبيصدق. يعني وانت بتقول له بحبك هو سامعك ومصدق انك بتحب، مش شاكك فيك، مش بيقول لك انت كذابة او لا انت مخادع، الله مصدقك. وانت بتقول له هعيش لك هو واثق فيك انك عايز تعيش له. وانت بتقول له نفسي اكمل معاك هو مصدق فيك انك عايز تكمل معاه. فصليها من قلبك وقولها بحب وقولها باحتياج. وانت في مكانك صلي معايا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ارفع ايدك اليمين للسماء كده، ارفع ايديك وصلي معايا بقوة من قلب مخلص. مش كلنا اللي ناوي وعايز ونفسه ومشتاق. لو انت مؤمن حياتك فيها ضعف، لو كنت اديت حياتك لرب من سنة وسنين وفي ضعف مفيش رب يشجع قلبك يولع قلبك، تحس ان الموضوع غلي عليك من تاني والنار اتحركت في قلبك، ورب يمسح الخدام من تاني للخدمة، رب يطلق خدام ابطال مرسلين كمان للعالم يكونوا بركة. ومن هنا تخرج الشهادة وتخرج كلمة الله للكل. شهادة يعني نشهد، يعني نعلن، يعني نخبر قدام الناس عن شخص غير حياتنا واثر فيها وطلع من موتها حياة ومن ظلمتها نور ومن يأسها أمل ومن فجرها غنى ومن تعبها راحة. المسيح يقدر يعمل كل ده. بس هل انت عايز محتاج؟ يلا لو انت رافع ايدك معايا صليها بصوت عالي من غير ما تطلع قدام ومن غير ما اجي انا لغات عندك. وانت في مكانك في شخص موجود جنبك هو المسيح بنفسه، ليك المجد لا القسيس ولا الخادم ولا اي حد، المسيح بنفسه. صدق انه جنبك، صدق انه جنبك، صدق انه معاك. صلي بتركيز كده وقول له وانت سادد عينيك عشان ما تبصش عليه تتشتت. لو بصيت عليه مش هتركز، مش هستفاد حاجه. غمض عينيك لكي ترى يسوع وهتكلمه من قلبك. قول له كده بصوت عالي معايا، يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. بقوه مع بعض في صوت واحد، يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. انت الاله الحي، اؤمن بيك يا رب يسوع، اؤمن بيك انت الله، اؤمن بيك انت الله، اؤمن بيك انت المخلص، اؤمن بيك فيك الراحة، اؤمن بيك عندك الحياة. يا رب يسوع رافع ايدي اليك يا رب، مد ايديك وامسك ايديا وحررني من كل خطية، بتوب عن كل الماضي وعن كل اللي فات وبصرخ واقول لك ارحمني، غيرني، اغسلني بدمك الطاهر، واكتب اسمي عندك في سفر الحياة مع العشار بحكيها. اللهم ارحمني، انا عبدك الخاطئ، بحبك يا رب، بحبك يا رب، اليوم بعترف لك عن كل اقتناع وعن ارادتي من عمق اعماق قلبي، اسلم حياتي اليك يا رب وأضع عمري بين إيدك وأقول لك هكمل اللي ضل وما تبقى من حياتي هيكون ليك يا رب. بحبك بحبك بحبك، مش كلام، بحبك من كل قلبي في اسم المسيح. احفظني جوه الصخرة واحميني من الشيطان. افتح نفسي عليك، على كلمتك، على الصلاة، على الترنيم، والليلة اليوم اقطع كل ارتباطي بالماضي في اسم المسيح، في اسم المسيح. فرح قلبي، فرح بيتي. انا جيت النهاردة بيتك وانت تعالى معايا بيتي. انا شفتك اليوم في بيتك، نفسي اشوفك في بيتي يا رب. رش البيت بدمك،
وغير كل فرد فيه في اسم المسيح. في اسم المسيح اعلن ثقتي، اعلن ايماني انك حي وموجود وسمعني وقبلت صلاتي. اخر صلوة نفسي بقى نصليها كلنا، تعالوا نصلي لاجل طلبات الصلاة دي. ونفسي حتى خدام الرب رجال الله يكونوا معانا مسكونا الطلبات. تعالوا جزء وهنرفع ايدينا كده مع رجال الله، نرفع ايدينا ناحية طلبات الصلاة دي. وعايز بصراخ واحنا رافعين ايدينا، في ناس متألمة، في ناس بعيد عنكو امراض وكانسر ومش عارف كوما وجلطة وشقيقة ونصفية وألام ألام، في ناس تعبانة، في متألمين كثيرين، في بيوت بتخرب، في اسر تعبانة، في ناس فقدت وخسرت وفي في تعب في وجع، في ناس صلت لأجل خلاص نفوس وبيوت، في ناس بتصلي لأجل البلد ولأجل ظروفها. ارفع ايدك بإيمان كده ناحية خدام الله لأنهم هم حاملين طلباتكم أمام الرب، وانت رافع ايدك وبتصلي قول له يا رب احنا بنرفع كل سؤال وطلبة وتضرع أمامك في اسم يسوع. تكون الليلة ليلة استجابة يا رب، تكون الليلة ليلة حياة في اسم الرب يسوع. مكتوب ويكون في ذلك اليوم إني أستجيب لهم يقول الرب. اعلن يا اعلن اعلن ثقة، تقول أنا مصدق إنك هتعمل، أنا مصدق إن في شفاء، تخرج منك قوة شفاء الآن لكل جسد في اسم الرب يسوع. أنا بصلي مين يدوب الجلطة غيرك يا رب، مين يقضي على الكومة غيرك يا رب، مين يقوم ناس ومفاصل ومشاكل في العظام، اصنع شفاء النهاردة. مرضى السرطان والأورام مين يشفيهم غيرك يا رب؟ احنا بنصلي ان السرطان يموت، اولادك يعيشوا في اسم رب يسوع. اجساد مليئة بالسرطان، السرطان اللي جوه الجسد يموت في اسم رب يسوع. كل خلية سرطانية تموت تموت، واولادك يعيشوا. السرطان اللي بيموت هيموت، وأولادك اللي مهددين بالموت هيعيشوا. أنا بصلي عشان أسر وعائلات، بصلي عشان بيوت فيها انقسام وحزن ومشاكل، بصلي عشان شعب شعب بيحبك ومصمم عليك وماسك فيك لآخر لحظة لأنهم بيحبوك في اسم المسيح، مصدقين فيك إنك هتعمل عمل عظيم. أشكرك لأن كل طلبة الآن مرفوعة أمامك على مكتب السماء، ومكتوب ان الرب سمع واصغى وكتب امامه في سفر التذكرة. واشكرك لاننا نرجع محملين باستجابات يا رب، ورق اخر مرة يتكتب المرة دي في اسم الرب يسوع. ناس عايزة خلفة وزرع بشر يا رب، ناس يا رب في احتياجات عميقة، افتح كل رحم مغلق في اسم الرب يسوع يا رب. زي ما صار المرات اللي فاتت هيحصل، هنيجي قريب وناس يا رب يحتضنون اطفال وهتفرح قلوب كتيرة عايزاك ومصدقة فيك وعندها يقين انك هتعمل معاها عجب. أشكرك أشكرك لأن اللي جاي هيكون مليان مفاجآت. كمل معانا الأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع. أشكرك لأنك فرحتنا وأنعشت قلوبنا بيك، ليك كل المجد. كم واحد وكم واحدة متأكد أن المسيح موجود؟ يرفع إيده اليمين عالي كده. طب مين فرحان من كل قلبه؟ ينزل يمين عشان ما تتعبش، ارفع الشمال كده. عايزين نعبر عن شكرنا وفرحنا وفخرنا بهذا الإله العظيم. تعالوا ندي يسوع المسيح أقوى سكفة، أقوى أقوى أقوى، أعلى أعلى، قولوا بنحبك، أقوى أقوى، قولوا بنموت فيك، غالي علينا، بنحبك، قلوبنا تعلقت بشخصك ومش هيقدر نعيش بدونك تاني. كمل السكفة مع الترنيمة وافرح ورنم معانا الترنيمة اللي هيقودنا فيها خادم الرب. يلا كمل مع الموسيقى السكفة. فين اللي مش بيسكف؟ أنا شايفها. أيوة العالم جيت وانت عشتنا يا ربي بقيت. اقرأ اقرأ قول من حبك للعالم جيت وانت عشتنا يا ربي بقيت شايل عرضة انت مررنا رجعت نهارنا وخليت احزاننا تهرب بكل عايش انا بالعالم قلبي تعلق
إلى عقل لكن إيه؟ لكن أكره كل خطية يا متعة تغريني. شوف الكلام ما بحبش عالم هينتهي ويزول وطني السماوي تمام اللي بقول ما بحبش عالم هيزول. فين وطنك فين؟ قول لو حبيت مع بعض لو حبيت. شوف الكلام هبقى معقول ده مين هو ده؟ ده ابويا الخالق يلا سقف وقول معانا عايش انا بالعالم ايوه والعالم مش عايش فيها قلبي تعلق بالمظلوم وبحب عايشين في العالم لكن بكره كل خطية مهما تحاول تغريني او بالمشيئة
قلبي بحبه مليان. عايزين قبل ما نمشي عشان بلدنا تتملي سلام هنقول له يا رئيس سلام، يا ملك، يا إله، اعمل ايه؟ ابعد عنا سلامك، صح؟ غرقنا وملانا واعلن لينا عن سلامك، وفي اسم الرب يسوع الليلة تعدي وبعد وبعد وأيامنا اللي جاية تعدي بالبركة وبالخير. تقولوا أمين؟ ترنيمة دي ترنيمة حلوة بس للأسف فيها غلطة مصرية، مش عارف ازاي ما تاخدوش بالكم انتوا. لا انتوا انتوا من غير غلط، خليكم انتوا قاعدين زي ما انتوا. ممكن اي حد الترنيمة دي ما بيصير، هي ما بيصير تترنم واحنا جالسين. صدقيني يا خلقة ربنا يعني هي اتكتبت كده، انا عارف بغلبكم على شوم 4 ايام في السنة يعني، فاغلبوا معايا بالمرة. وهطلب طلب مع خادم الرب واحنا بنرنم في اسم يسوع كل تكشيرة. انا اصلي لكم يا رب بالصليب، ايوه زي ابونا مكارك. في اسم الرب يسوع كل واحدة مكشرة تفرح، قول امين. كل عقدة وحزن وألم وضيق رب يغمر حياتكم فرح. هنفرح هنفرح وغصب عن عين ابليس هنفرح. عارف وانت فرحان قلبك ينطلق في داخلك وترجع محمل بالسلام والفرح. فأثناء الترنيمة ابتسم وسكف وافرح وقول ايه؟ فين؟ لا اقوى اقوى، انتوا مالكم ما كنتوش كده؟ فين؟ يا عم اخبط مش هتتكهرب ولا حاجة، اخبط. ايوه اقوى. يا رب يا ملك السلام، يا إله السلام، أخبرنا بسلامك يا رائي السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، بنستناك يا رائي السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، أخبرنا بسلامك يا رائي السلام. اسمع اللي جاي، بطل شوف اللي جاي، تعالى تعالى ودي الحياة واللي تاني. فين السقفة؟ فين؟ عش ما ننصر مزيان ليلة ليلة ما تخلص. شوف اللي جاي، حط ايدك يا يسوع، حط ايدك على العراق، خلينا مع الله وخلينا. يلا ساكت وقول يا رئيس، يا رئيس السلام. أيوه هللويا، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، استناك يلي وعدتنا العواصف عيش علينا رسينا. شوف اللي جاي، اقلب ناس 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 كتيرة تعبانين في اسم الرب يسوع من المرض، من المرض متوجعين في اسم المسيح. شفاء يا رب، شفاء شفاء وتحرير. يلا ساكف وكون معانا، يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أخبرنا بسلامك يا رئيس السلام. يا ملك السلام، يا إله السلام، اسمع اللي جاي، صلي صلي. والبيوت اللي قسمها اللي سعد وكل خير ضمها ضمها ورجع سلام. قلبينك وحدك يا رب يسوع، قلبينك وحدك. تعالى 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 تعالى، مش في القلوب يا يسوع، من القرب من العيون، واللي بعيد والبعيد خليه يدوب. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أمرنا بسلامك يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا ملك السلام.
يعرف يهلل من زغرت عزم اسم يسوع. هلل 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 اسمع كمان عالشكر اتملي اتملي الصرف سماوي ونعمل ايه ونعظم اسم المسيح. اسمع صوت التهليل العراقي ونتهلل اعلى اعلى هللويا مع الشكر والتهليل. شوفك هي 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 عادية العالم يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا إله السلام بنستناك هو رائع هو بارع يلبس البر ممتلئ نعمة تعالى هدى واسودا له وروحه يا فلان يسوع يسوع يا صرائع يا صبارع يا المسؤول بالرب ممتلئ النعمة تعالى 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 واسودا له واترك روحه يا فلان قلبك ما أبهى ما أبهى نسنائيل راح للرب يسوع قال له انت لسه شفت حاجة سوف ترى اعظم من هذا. تصدقوا ان اللي جاي يكون اعظم؟ تصدقوا ان اللي جاي يكون اروع مع الرب؟ في اعظم قولوا امين وفي اروع وامجد في اسم يسوع. عشان كده بكرة وبعده احنا متوقعين زيارة الهية ربنا هيزورنا بجد يفتقدنا. صوم وصلي بكرة من الصبح لغاية الساعة 2 الظهر لو تقدر. مش قادر صلاة من غير صوم ارفع قلبك مش مهم بس حالة قلب مولع. باركنا وزورنا وافتقدنا اعمل عمل عظيم. بارك الخدمة والخدام والجسس بارك شعبك بارك كنائسنا وطائفنا واعمل عمل عظيم في العراق. ادعي اهلك بكرة وجيرانك قولهم تعالوا التقوا بالمسيح واكتب تلبات صلاة بتاعتك وكل ليلة الرب هيورينا استجابات صلاة في اسم يسوع. عايزين قبل ما نطلع نقول يسوع لا بلاش حنية زيادة عايزين نقولها بالصعيد كده يسوع ايوة بس اقول واحد اتنين تلاتة يا عم اصبر يا اصبر يا حبيبي انت قاعد وبتسجي فوقها في الاول وبعكسك مش شايفك ايوة كده هقول واحد اتنين تلاتة. معلومة طبية الايد اليمين لو لمست الشمال مش هتتكهرب ولا هيجيك شدع فيه يا عم فكه الله يخليك كفاية في ناس تموت يا اخي في انك يترجف لو فرح يتخض لو ساك فكه الله يخليك قول امين. فهنقول واحد اتنين تلاتة ليه بنعمل كده اخواتنا العرب او المتكلمين بالعربية في اي مكان اول بحبهم وبخدمهم من قلبي اول ما يشوفونا يعرفوا ان انا مصري باين علي علم مصر طافح من وشي يعني. فيقولوا انت مصري اقول لهم اه مصري يقول احكوا لنا يسوع بالمصري فانا بالعراق اقول لهم شنو يعني يسوع بالمصري يقولوا انتوا بتزيتوا وتقولوا يسوع اقول لهم احنا مش بنزيت ونقول يسوع احنا بنعشق اسم يسوع. شعب العراق بيعشق اسم يسوع بلادنا العربية هتعشق اسم يسوع الايام اللي جاية هنصلي لها اسم يسوع هيتعظم في بلادنا في العراق وفي سوريا في مصر في لبنان في الخليج في السعودية هيتعظم امين. يلا من غير ما نعيد قولوا بصوت عالي ما
مجد اسم يسوع اقوى 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 يتعظم في بيتك يتعظم في حياتك اسم فوق كل اسم اسم فوق المرض اسم فوق الحزن اسم فوق الارهاب اسم فوق القتل اسم فوق سفك الدماء اسم فوق كل اسم اعلى اعلى اسم فوق الغم اسم فوق الهم اسم فوق الحزن اعلى قولها بكل حب قولها بكل افتخار قولها وانت شايفه قولها وانت مصدق فيه اقوى اقوى يسوع هنا صدقوني هنا موجود يتعذب في بيتك يتعذب في ولادك يتعذب في العراق يتعذب في بلادنا اقوى اعلى بنحبك يا يسوع بنعبدك يا يسوع هنخدمك يا يسوع اقوى 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 اخر خمس مرات اخر اربع مرات اخر ثلاث مرات اخر مرتين اخر مرة يا يسوع مجدوه مجدوه دولوا كل المجد هللويا وانشدي وافرحي وهللي واوسعي خيمتي كمان مرة شعب العراق بصوت عالي ترنمي ترنمي وانشدي وافرحي وهللي واوسعي أيوة هلل 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 صخرة وهلل Thank you.